السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي مشاهدي الأعزاء، قناتكم إبراهيم لعقارات مكناس. اليوم تنقترح عليكم عقار من الفئة الكبيرة التي تتواجد في المنزل، التي تكون من سفلي وجوج نتاع طوابق، كل طابق فيه شقة وحدة. العرض نتاع اليوم عرض ممتاز، شقة كما تنشوفو تبارك الله مشمشة ضاوية. كما لاحظنا ما استعناش نهائيا بالإنارة نتاع المصابيح، هنا الشقة تبارك الله ضاوية، مطبخ كما تنشوفو، مطبخ بواحد المساحة اللي هي كبيرة، مطبخ بيان انكيبي، بالإضافة أنه تيتوفر على جوج نتاع النوافذ هاد الشارع. تبارك الله جميع المواصفات نتاع الشقة المثالية تتوفر على هاد الشقة نتاع اليوم، خاصة كما ذكرت الفينيسيون والموقع الاستراتيجي. فبالنسبة للموقع، الناس اللي تيهمهم الموقع، فحنا تنتواجدو من قرب من مرجان سوبر مارشي. فينيسيون ولا أروع شقة لها إلى الصراحة إن شاء الله، مقاوي اللي ما قصرش من الجهد نتاعو بالنسبة لهاد الشقة هذه. تبارك الله عروسة لجميع المواصفات. والثمن نتاع هاد الشقة ثمن جد مناسب، ثمن تيعادل الشقق نتاع الفينيسيون العادية. كما تنشوفو بهاد الجودة هذه، بهاد الفينيسيون، بهاد الجمالية نتاع الشقة اللي تنقدم لكم اليوم، المساحة اللي هي كبيرة، جوج نتاع الواجهات أوبوزي، كل واجهة تتوفر على أربعة نتاع النوافذ. بلافون نتاع الكبس كما تنشوفو من الخشب. كفكرة بالنسبة للناس اللي أول مرة يدخلوا القناة نتاعنا، يدعموا هاد القناة هادي بالإيجاب والكومنتار والتشجيع للمجهودات اللي تنقوموا بها، يخليولنا إعجاب، اشتراك في القناة إلا كان تيهمهم العقار في المدينة نتاع مكناس، لا بالأحرى حتى الناس اللي القدرة الشرائية نتاعهم ما تتسمحش، يخليولنا إعجاب لهاد الشقة هادي ولا الحرفي المغربي بصفة عامة. كما تنشوفو عندنا هنا هاد الشيميني، اللي هو شيميني اللي حقيقي ماشي ديكور. كما تنشوفو القابوس نتاعو كان في النظرة الأولى تنعتقد أنه مجرد الديكور، لأنه شيميني بلاصطالاسيون نتاعو كاملة بالقابوس نتاعو. كاين عندنا هنا الحمام المشترك، نحاولو نطلقو الضوء نتاع هاد الشقة. عندنا نشوفو عندنا هنا عندنا الحمام اللي خصنا الإنارة نتاعو، الحمام تبارك الله بواحد المساحة اللي هي كبيرة، فيه لافابو نتاعو، فيه طواليط عزكم الله. عندنا واحد الديبارة خزنة اللي مشات على الغرق نتاع الحمام، محادي ليه كاين الغرفة اللي نسميوها الغرفة رقم واحد. تبارك الله الغرفة بالمساحة اللي هي كبيرة، تقريبا تنتكلمو على مساحة تقريبا نتاع خمسة الأمتار على ربعة نتاع الأمتار، اللي جينا نحيدو من طبيعة الحال البلاكار والحمام. بالنسبة لي بلاكار راه كاملين مغلفين، الخشب لي زيطاجيغ نتاعهم مقسومين، فيهم الشكل نتاع الكوليس بهاد الموديل الجديد نتاع الام دي اف. اذا امتيازات كبيرة عند هاد الشقة هادي، هذا الحمام الخاص بهاد الغرفة هادي. تبارك الله حمام لي هو كبير، فيه رشاش، فيه طواليط اعزكم الله، وفيه واحد الباسك اللي هو صغير. هذه الغرفة اللي نسميوها الغرفة رقم جوج، اللي حتى هي تتوفر لنا على البلاكار.
كما تنشوفوا الشمس تبارك الله راه كاينه في الغرف كاملين، الدرجيه عندها القبلاجيه قبليه عند الشمس نتاع الصباح، هذه الشمس نتاع الامسيه. اذا جميع الاكياس مشمشين، الدار تبارك الله ضاويه تقريبا الوقت حاليا راه قربت 7 نتاع العشيه، والدار كما تنشوفوا تبارك الله ضاويه تبارك الله. هذه الغرفه رقم 3. التذكير ان حتى المنزل هذا عنده واحد الاطلاله جميله بالنسبه للواجهه اللي تطلع وتنطبق مع الغرفه نتاع النوم. عندنا واحد الجريده قدام الدار، مازال متوفره الشقه هذه اللي تنقترح عليكم حاليا اللي تتواجد في الطابق الثاني، ومازال عندنا شقه اللي هي عباره على دوبليكس. فوصلنا لنهاية الفيديو، تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهاد المرحلة. ما تنساوناش بالإعجاب نتاعكم وبالدعوة نتاعكم. دمتم في رعاية الله، وإلى عرض آخر وشقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.